هيك بكون عملنا أطيب أقراص حمصية. شوفوا المنظر ما أحلى طالع، شوفوا الطراوة ما أحلاها. بسم الله. هلا ما بنقرب على الصينية لحتى تبرد تماما. علبة بنت صغيرة اجت بوقتها، طعمته رجعتني لجمعة الأهل والأحباب. السلام عليكم إخواتي، الله يسعد أوقاتكم. اليوم راح نعملكم الأقراص الحمصية بس على أصولها. طبعا كل أهل سوريا بيعملوا الأقراص، بس بكل بلد بيعملوه بطريقة مختلفة. أنا اليوم بدي أعمله على الطريقة الحمصية، على طريقة أهالينا الله يذكرهم بالخير. الله يجمع كل مين بعيد عن أهله وحبابه، لأنه حلويات العيد بشكل عام ما راح تكون طيبة إذا ما اجتمعوا الأهل. لتنجح معكم الوصفة بشكل ممتاز تابعوا الفيديو خطوة خطوة، لأنه فيه كتير ملاحظات مهمة. هلأ أول شيء مسمي بسم الله ونبلش. راح أحكي لكم هلأ المقادير أحسن. عندي هون كيلو طحين، وعندي هون 400 جرام سمنة، وعندي هون كوب سكر، وعندي هون كوب حليب، حليب سائل، وعندي ربع كوب زيت نباتي، ومعلقة كبيرة محلب، ومعلقة كبيرة شمرة أو شومر. هون بالأردن بسموه شومر، بس هو عندنا بسوريا اسمه شمرة. بدي أحط كمان معلقة صغيرة من الخميرة، ما تكتروا خميرة مشان ما ينفش معكم. هلا بالنسبة للطحين، عندي كيلو طحين، بدي أعيركم إياه بالكواب مشان يسهل عليكم العملية. مثل ما بتعرفوا هذا كوب المقاس بتلاقوه عند أي بياع أدوات منزلية، اسمهم أكواب مقاس. هلا هاي أول كوب، بسم الله، وهي تاني كوب، هاي ثالث كوب، هاي رابع كوب، هاي خامس كوب، هاي سادس كوب، هاي سبعة، هاي ثمانية، ثمانية وثلاثة أرباع. كيلو طحين طلعت منه كواب وثلاثة أرباع. نمسح الطاولة. مثل ما قلت لكم عندي هون 400 جرام سمنة، إذا تشتغلوا بالميزان أحسن لكم. سمنة بحرارة الغرفة، يعني بحرارة المطبخ. إذا الجو بارد عندكم بتدفوا الفرن شوي، بتحطوا السمنة بقلبه، بتصير بهذا الشكل. بس ديروا بالكم شغلة كتير مهمة، ما لازم تكون السمنة دايبة، لأنه إذا كانت السمنة دايبة راح يفرط معكم الأقراص. هاي كوب، وهي الكوب الثاني، شايفين كيف طلع الكوب الثاني؟ مفلل، يعني كوبين وشوي. هلا بنلبس الكلافز لأنه بنشتغل بطحين وسمنة. وإذا عندكم عجانة بتسهل عليكم العملية هاي كلها. بتحطوا السمنة والطحين بالعجانة بتخلطوهم. صح أنا ما حطيت الزيت، عندي هون مثل ما قلت لكم 50 جرام زيت، يعني ربع كوب، بيطلعوا تقريبا شيء 4 معالق كبار. بسم الله. وهلا بنعجن. لازم نعجن الطحين مع السمنة أول شيء، ما لازم نخلط كل المكونات مع بعضها. بعد ما عجناها بهذا الشكل، شايفين كيف صار قوامها، نضيف عليها كوب سكر. كوب السكر وزنه 200 جرام. بسم الله. مثل ما قلنا لكم الخميرة ما لازم تكتروا عشان ما ينفش معكم القرص، يعني معلقة صغيرة مفللة بس، شايفين بهذا الحجم. معلقتين صغار من الشمرة أو الشومر مطحون، أو معلقة كبيرة كمان بكفي. هون عنا المحلب معلقة كبيرة فضيناها بالغطا، شايفين هاي معلقة كبيرة من المحلب. ولا منضيف عليها الحليب. بسم الله. هلا بنعجن بهذا الشكل. بالنسبة لعجينة القراص بدي أعجن بشكل منيح، بعكس عجينة المعمول. عجينة المعمول لازم تلموها لم مشان ما يتفاعل الجلوتين لجوا الطحين. نضل عم نعجن فيها لحتى نلاقي الملمس الطري والناعم، ريحتها بتطير العقل، بتشهي القلب. هلا بنضل عم نعجنها لمدة 10 دقائق إلى ربع ساعة. هلا بعد ما عجنتهم لمدة ربع ساعة بنخلع كتفة. هيك العجينة عندي جاهزة، شايفين قوامها كيف صار؟ ناعمة وطرية. إذا الجو عندكم بارد خلوها مكانها، غطوها وتركوها لمدة ساعة، بعدين اشتغلوا فيها. إذا الجو كان عندكم حامي غطوها وحطوها بالبراد لمدة ساعة. هلا بعد ما ريحنا العجينة لمدة ساعة، نجيب قطعة بهذا الحجم، نعجن فيها. نعجنها
هذا نعجنها بهذا الشكل مرة تانية مشان نعرف نشتغل فيها، لأنه راح تكون باردة أول شيء. بدي أجيب كيس نايلون، حط العجينة بالنص وبفردها بهذا الشكل. بسم الله. ما بدنا اياها تكون رقيقة، يعني 1 سم بتكفي. بالنسبة للتقطيع انا دورت بالسوق على قطاعة وما لقيت بصراحة. عندي علبة مثل هاي بدي اقطع فيها بهذا الشكل. بسم الله. علبة بنتي الصغيرة اجت بوقتها. هاي قطعنا قرصين، ما تقطع الثالث. هلا مشيل باقي العجينة. هلا شو بدي اعمل بهدول مشان ما يضلوا هيك مدورين؟ بدي اعمل هذا الشكل، شايفين كيف؟ بدي اضغط بالاصبعتين هدول بهذا الشكل. بسم الله. شايفين كيف؟ هيك بيطلع معنا راس العيد واكثر. شايفين كيف؟ بهذا الشكل. ولا اسهل من هيك. سهلة جدا. مثل كأني عم اعمل منقوشي. شايفين كيف؟ هيك طلع معنا راس ولا احلى من هيك، هذا طلع احلى من هون. حاولت اقرب الحزوز على بعضها بهذا الشكل، هدول بعاد عن بعض، هدول قراب من بعض. عندي صينية مثل هاي، حطيت عليها ورق زبدة عشان ما يحترق معي القراص. هلا بالكيس نفسه بدي اشيل بهذا الشكل، شايفين كيف؟ ولا اسهل من هيك. وحط بالصينية. بسم الله. بنحط ايدنا هون بالنص وبنقلب. الكيس راح يسهل عليكم كثير بالشغل. بسم الله. وهيك بعد ما شكلناهم بهذا الشكل بنجيب شوكة ونبلش ننقش فيهم بهذا الشكل، شايفين كيف؟ ولا اسهل من هيك. وهيك بنكون نقشنا الأقراص كله. هلا بعد ما خلصناه هون بنكون نحن مشغلين الفرن قبل نص ساعة. هلا بالنسبة للتنقيش، الأقراص لازم يتنقش لأنه فيه خميرة، الخميرة بتخليه ينفخ. هلا بالنسبة للفرن، الفرن لازم يكون محمى قبل نص ساعة. حط الصينية بالرف الوسطاني لمدة 7 دقائق، 8 دقائق، بعدين بيطفي من تحت بشغل من فوق، بتحمر الوجه. أول ما تطلع من الفرن ما لازم تقربوا عليها، لازم تبرد تماما بعدين تشيلوا القرص مشان ما يفرط معكم. وهلا بندخلها على الفرن. وهي عندنا قراص العيد جاهز، شايفين المنظر ما احلاه طالع. بسم الله ما شاء الله. هلا ما بنقرب على الصينيه لحتى تبرد تماما، لانه اذا بتشيلوا القرص هلا راح يفرط معكم. هلا بعد نص ساعه بنفضيهم، بس ما بنحطهم فوق بعض، بنحطهم بصينيه بارده حتى يبردوا تماما. يعني بعد 4-5 ساعات بتحطوهم بجاط او بايركس اللي بدكم اياه. وهيك بكون عملنا اطيب قراص خمصيه. شوفوا المنظر ما احلاه طالع، شوفوا الطراوة ما احلاها. بسم الله. ولا اطرى من هيك قراص، شايفين؟ يعني لا نقاسة ولا نوع عم يفرط، عياره مزبوط 100%. بسم الله. طعمته رجعتني لجمعة الاهل والاحباب، بشهي القلب. جربوه يا حبايب واعطوني رأيكم بالتعليقات.